من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام في عالم يموج بصراعات في كل لحظة. صباح الخير على حضراتكم، احنا معاكم في صباح الخير يا مصر النهاردة من داخل أحد مراكز القوة للدولة المصرية، الحدث الأمني والدفاعي الأبرز والأهم على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط، إيدكس 2023، المعرض الدولي للصناعات والدفاعات العسكرية المقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية على امتداد 18,000 متر مربع و22 جناح، بتشارك حوالي 411 شركة عارضة من كبريات الشركات العالمية في مجال التسليح والأمن، بيمثلوا 44 دولة. احنا بنتكلم على مدار 3 أيام في النسخة الثالثة من إيدكس 2023، من المتوقع أن يصل عدد الزوار والوفود العسكرية إلى حوالي 35,000. هدف إيدكس 2023 هو تبادل الخبرات والرؤى بين الشركات الدولية في مجال التسليح والأمن، بالإضافة للتعريف بالجهود المصرية والإنجازات المصرية في مجال التسليح والتصنيع العسكري. الحقيقة دلوقتي إحنا واقفين مع حضراتكم من داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع وفخر الصناعة المصرية، حارس ثلاثة. حارس ثلاثة اللي إحنا دلوقتي ده نخش فيها هي فخر الصناعة المصرية بلا منازع، بتستخدم تكنولوجيا حديثة جدا، وهي منظومة خاصة لمجابهة الطائرات واكتشاف الطائرات بدون طيار. المنظومة الدفاعية اللي احنا موجودين داخلها دلوقتي قادرة على تمييز الأهداف بدقة شديدة باستخدام أحدث التكنولوجيات في العلوم العسكرية، بالإضافة إلى تحديد الهدف والتعامل معاه بشكل مناسب. إنجازات كثيرة جدا وشهدناها داخل الهيئة العربية للتصنيع وأيضا في مختلف القطاعات العسكرية المصرية. تابعونا وجولة خاصة من إيدكس 2023. صباح الخير يا مصر. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بقوة ولها حضور فاعل في معرض إيدكس 2023، المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية، كعادتها دائما في هذه النسخة الثالثة تقدم منتجات عسكرية جديدة. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا معالي الوزير المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي. أهلا بك يا فندم، نورنا ومشرفنا. وفي البداية بنهنئ ونبارك هذه المشاركة القوية واللافتة في هذا العام. بشكرك على التهنئة، وحقيقي أنا فخور بالمنتج اللي احنا مطلعينه، ويجب على كل مصري أن يكون فخور بهذه المنتجات الجديدة اللي بنعرضها لأول مرة. احنا واقفين مع حضرتك الآن ومن خلفنا أول راكبة صواريخ مصرية رعد 200، فخر للصناعة المصرية، وحابين نبتدي من تفاصيل هذا المنتج الجديد اللي بيعتبر إضافة عسكرية بشكل كبير. وفي الحقيقة احنا في الانتاج الحربي فكرنا بالامكانيات الكبيرة اللي موجودة اللي بنملكها، امكانيات فنية، امكانيات تكنولوجية، خبرة تصل لأكثر من 50 عام في تصنيع المعدات والأسلحة الحربية، ان احنا لازم نعمل حاجة تساوي هذه الامكانيات. فقعدنا احنا قبل كده زي ما احنا اتكلمنا، تم انتاج سينا 200، فلقينا ان احنا عايزين ننتج حاجة كبيرة وكويسة الدولة تحتاجها ويمكن تصديرها ويكون هناك جدوى اقتصادية من التاج. فكوننا لجنة وفكرنا، وكان في عدة حلول معروضة، وفي الآخر اخترنا ان احنا نصنع راجمة صواريخ. الكلام اللي بكلم حضرتك عليه ده من حوالي سنة، بعد ما حطينا قدامنا هدف ان احنا ننتج هذه الراجمة بواسطة المهندسين والعمال وكل من يعمل بالإنتاج الحربي، تم عمل تصميم لها وشفنا إيه المشاكل أو إيه الحاجات اللي في الراجمات الأخرى اللي موجودة، وعدلنا عنها وحسننا فيها واتحط التصميم وأنتجنا. إحنا الحمد لله عندنا قدرة على إنتاج المدرعات زي ما كنا بننتج الدبابة M1 وبعديها C200، والحمد لله اتوفقنا إن إحنا قدرنا نطلع بهذا المنتج القيم اللي اعتقد انا اول واحد فخور بيه، فخور بمجهود كل عمالي ومهندسيني اللي حطوا فيه. حطينا في هذه الراجمه مميزات جديده مش موجوده في الراجمات اللي موجوده حاليا. حضرتك احنا جهزناها بمحرك فيه 385 حصان. عايز اطمن حضرتك ان هذه الراجمه
اللونشر او القاذف اللي موجود عليها بنصنعه في مصانعنا. صنعنا الشاسيه، صنعنا الكابينه. الديزاين بتاع الكابينه ده ديزاين خالص لينا احنا، احنا اللي حاطينه والديزاين بتاعنا، وعاملين كذا فيرجن طبقا لمطالب العملاء. الجديد فيها ان احنا التحكم في هذا القاذف من داخل الكابينه كهربيا. لو حضرتك بصينا عليها هتلاقي في يدوي، احنا عاملين الجديد ان اليدوي وتحكم داخلي. الكابينه مكيفه، عملنا لها تجربه مسير تحت اشراف لجنه متخصصه للقوات المسلحه، عملنا تجربه رمايه زي في بيظهر في الفيلم المعروض دايما، والحمد لله احنا لحد دلوقتي وصلنا نتائج كويسه جدا جدا، وبنحسن في كل ملحوظه تظهر، وان شاء الله هتدخل انتاج قريبا جدا. جميل جدا، وده بيدل على عبقرية الشخصية المصرية. هذه الإضافات والتعديلات اللي احنا شفناها واللي حضرتك ذكرتها، حضرتك ذكرت سينا 200، وسينا 200 كانت في النسخة الماضية، النسخة الثانية من إيدكس، وكان تم تطويرها بشكل جديد في النسخة الثالثة، يعني كابينة تسعى عدد أكبر من الجنود، وتم إضافات تكنولوجية جديدة ليها ايضا من فخر الصناعه المصريه. احنا سينا 200 مركبه مدرعه مصريه عرضت في معرض ايدكس الماضي، والحمد لله لاقت قبول، ولكن احنا تم التعاون مع القوات المسلحه، ليهم مطالب ثانيه زي ما حضرتك ذكرت، لعدد اللي بيبقى راكبين فيها، للسلاح اللي عليها. فعلا عملنا تعديلات، والجميل فيها في الفيرجن الجديد ده ان احنا استخدمنا فيه الصلب المدرع اللي احنا انتجناه. احنا هرجع لورا خطوه كده، احنا الحمد لله وده يعني حاجه لا تقل قيمه عن الرعد. الصلب المدرع هو سلعه لم تكن مصر تنتجها، وانا عن نفسي من 15 سنه و 20 سنه كنت بتمنى وانا ضابط في القوات المسلحه ان احنا بدل ما نشتري الصلب ده ان نصنعه هنا. احنا الحمد لله نجحنا بالتعاون مع شركه قطاع خاص كبيره في مصر في انتاج الصلب، ان احنا انتجنا هذا الصلب المدرع، وتم إجراء كل الاختبارات عليه وتم قبوله بنجاح وطبقا للمواصفة العالمية، وأكبر دليل على إن هو فعلا مطابق. إحنا استخدمناه في الفيرجن الثاني من سينا 200 اللي حضرتك بتقول عليها اللي موجودة في المعرض، ودلوقتي الداخلية والقوات المسلحة عندنا بدأت تستخدمه طبقا لاحتياجاتها، وإحنا بنقوم بتسويقه. لسه كان في مقابلة مع شركات تركية، اتفقنا ان هنديهم عينات وبنسوقه، وان شاء الله هنصل ان احنا نصدره. معالي الوزير، ايضا هناك يعني استخدام وتوظيف لاحدث تقنيات التكنولوجيا في كافه المعدات العسكريه داخل وزاره الانتاج الحربي. نتحدث هنا عن منظومه الطائرات الخاصه، منظومه عرابي، لان هي ايضا تعتبر اضافه جديده، الطائرات الهدفيه والطائرات بدون طيار، وفيها استخدام وتوظيف التكنولوجيا جديدا غير معهوده من قبل. هو في الحقيقه حضرتك لمست نقطه مهمه جدا، وبصراحه انا واخدها هدف ليا من يوم ما توليت الوزاره، وكمان من وانا نائب، ان الامكانيات المتاحه امكانيات كبيره وكويسه، واحنا لازم نستغلها الاستغلال الامثل. وكلمه الاستغلال الامثل دي اللي هو الاوبتيمم سوليوشن، احسن خرج لهذه الامكانيات. احنا بالتعاون مع القوات المسلحه كل فيما يخصه بنبدا نعمل انظمه نلبي احتياجاتهم. ممكن نعمل انظمه هي في قيود على اننا ناخدها من الخارج فبننفذها له، فبنعمل في نفس الوقت كذا ميزه. واحد، بعمل مطالب ممكن الخارج ما يديهاليش. رقم اثنين، بوفر عمله كبيره. رقم ثلاثة، بستغل امكانيات. منظومه الطائرات الهدفيه اللي حضرتك ذكرتها دي هي منظومه بتستخدمها قوات الدفاع الجوي، هي لتدريب أطقم ومعدات الدفاع الجوي على المدى القصير والمتوسط. وحقيقي احنا هي فيها يعني أبجريد عالي، وبنعمل مواصفات مش عايز اقول لك، يمكن في بعض المنتجات اللي بتيجي من بره ما بتحققهاش، وعملنا نتائج كويسه جدا يعني. ولكن هي اللي اقدر اقوله انها بتفي باغراض المستخدم واكتر من اللي كان بيلاقيه في الاصناف اللي بنستوردها من بره. في كل دوره، احنا في الدوره الثالثه او النسخه الثالثه من ايدكس المعرض الدولي للصناعات الدفاعيه والعسكريه، هناك حضور لوزاره الانتاج الحربي. برايك اهميه هذا المعرض كرساله مهمه جدا في هذا التوقيت اللي العالم كله فيه بيموج بصراعات كثيره، اهميه ان يقام هذا المعرض؟ حقيقه الامر هو اقامه المعرض ده في وقته
هو رسالة للعالم من مصر إن إحنا دولة آمنة، دولة بتفي بالتزاماتها في توقيتاتها. إحنا خدنا على عاتقنا إن كل عامين في نسخة من المعرض، بالرغم زي ما حضرتك كده ذكرت إن في كل الظروف المحيطة كانت توحي بإنه يتم تأجيل هذا المعرض، ولكن كان القرار الصائب إن إحنا نقيم المعرض في ميعاده. هو رسالة للعالم إن إحنا دولة ذات مؤسسات، دولة تفي بالتزاماتها، دولة تعلم ماذا تفعل. هو ده الرسالة اللي لازم تبقى واضحة وكل العالم بيحس بيها. تنظيم المعرض بهذا الحجم وبهذا العدد من الشركات وبهذا التنظيم الجيد اللي بنشكر طبعا عليه القوات المسلحة اللي قايمة على تنظيم المعرض، حاجة بتوضح مصر وضعها ايه وهي بتشتغل ازاي. المعرض ايضا بيتيح منصة او فرصة لتبادل الخبرات والرؤى وعقد يعني صفقات مع شركات عديدة. سيادتك، خلال امبارح والنهاردة كان في لقاءات مع وفود عسكرية مختلفة من دول مختلفة، تركيا والسعودية وباكستان، كلمنا اكثر عن تفاصيل هذه اللقاءات. يعني هو في الحقيقة في الاول برضو هقول لحضرتك وجود المعرض ده بيخلينا نطلع على كل ما هو حديث على مستوى العالم، دي أول نقطة مهمة في المعرض. النقطة الثانية إن بتسهل علينا زي ما أنا بطلع الوفود الأخرى بتيجي تشوف إيه اللي موجود هنا. وحقيقي في خلال الافتتاح والنهاردة رد فعل الوفود على رعد وعلى منتجاتنا هنا مبهر، وهم ما كانوش متخيلين هذا الحجم من التصنيع، وبالذات لما ندخل في موضوع رجمات الصواريخ والطائرات الهدفية. اللقاءات اللي حضرتك ذكرتها احنا فعلا بدأنا امبارح، وقعنا بعض الاتفاقيات ومستمرين، ولكن هو اللي انا عايز اقوله هو عنوان مصر فتح ذراعاتها لأي نوع من انواع التعاون المشترك في التصنيع. انا هتكلم بالذات في موضوع الصناعات العسكرية والدفاعية، وان شاء الله احنا بادئين بدري من قبل المعرض مع الجانب التركي ومع الجانب السعودي. ان شاء الله هيكون في اتفاقيات أكتر من الاتفاقية. أنا دايماً بأطمع إن أنا وأنا بتعامل مع هذه الوفود إن أنا أمضي عقود ويكون في فعلاً تعاون على الأرض أكبر من الاتفاقيات العادية. وإن شاء الله أنا قريب هنعلن عن عقود بيننا وبين جهات من الجهات اللي حضرتك ذكرتها. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني منذ الأول يوم الأول لتوليه مهام منصبه كان بيؤكد على فكرة أو ركيزتين أساسيتين في الاستراتيجية العسكرية المصرية. الركيزة الأولى هي فكرة تنويع مصادر السلاح، والركيزة الثانية هي الاعتماد على التصنيع المحلي. رأي حضرتك أهمية تعميق هذا الفكر، فكرة التصنيع المحلي العسكري؟ هو حضرتك اللي ذكرته ده هو قبل إنها فكرة توجيه من سيادته إن إحنا لازم نخطو خطوات واسعة وسريعة في هذا الاتجاه، وهو سيادته بيتابع الموضوعات دي متابعة دقيقة، وطبعاً بيزلنا صعاب كتيرة لأن في التصنيع العسكري في أوقات كتير بتقابلنا مشاكل دولية في إن حاجة بنحب نجيبها أو نحتاجها. وفي الحقيقة إحنا الشغل اللي عملناه ده يعني في جزء كبير منه سيادة الرئيس سهلهولنا ومتابعته، ادتنا دفعة كبيرة في كل الاتجاهات عشان نصل إلى هذا الحجم من التصنيع. بالأمس في حفل الافتتاح وكلمة حضرتك أمام السيد الرئيس ذكرت أنه في خطط مستقبلية وفي وعود بالتحديث بشكل كبير، يعني أهم الملامح الخاصة بالخطط المستقبلية لوزارة الإنتاج الحربي. الملامح الخاصة اللي أقدر أقولها أن إحنا لما نصل لدرجة سينا، إنتاج سينا 200 وإنتاج رعد 200 في مستوى احنا وصلنا له مش هنقدر ننزل عنه. صحيح. هو ده الوعد اللي أنا قلته، لكن أنا ما أقدرش أقول حاجة معينة، لكن هو الوعد إن احنا هذا هو المستوى وهذه هي القدرة، وإن شاء الله على قدر هذا المستوى والقدرة هيكون في منتجات أخرى. بشكر سيادتك، شكرا جزيلا معالي وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، شرفتنا ونورتنا في صباح الخير مصر، وكل التوفيق لحضرتك ولكل الهيئة المعاونة لوزارة الإنتاج الحربي. شكرا جزيلا. شكرا.